رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستفيدوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا تدعوا لوالدي بالرحمة الله يرحمه ويغفر له. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا مريم، عندي أخت أكبر مني واسمها سارة. سارة مخطوبة لولد عمي منير، ولد عمي ذا أكبر مني ب7 سنوات. المهم، في يوم جاتني واحدة من صديقاتي اسمها حلا وقالت لي: مريم، تدرين انه منير خطب اختك سارة وهو يحبك انتي؟ قلت لها: مو معقول، كيف يحبني انا وهو خاطب اختي وقريب راح يتزوجوا؟ قالت لي: صدقيني يا مريم، انا متأكدة انه منير يحبك انتي. قلت لها: بلاش كلام فاضي. قالت لي: طيب براحتك، بس راح يجي يوم وتعرفوا ان منير يحبك. بعدها راحت حلا من عندي وجلست افكر: معقول منير يحبني؟ كيف وهو خاطب اختي من 3 اشهر وقريب زواجهم، كيف يحبني انا؟ كيف عرفت حلا عن هذا الشيء؟ حلا هي صديقتي المقربة وتعرف كل شيء عني. المهم، حاولت ابعد ذي الفكرة من راسي، بصراحة ما ادري كيف منير يحبني وانا اشوفه مبسوط مرة مع سارة وجالسين يتجهزون للزواج، وسارة اختي طايرة من الفرح وتحب منير حب مو طبيعي وجالسة تنتظر اليوم اللي راح تكون فيه مع منير من زمان. منير ولد عمي انسان محترم ومثقف والكل يمدح فيه وباخلاقه. المهم، حاولت اني اشيل الموضوع ذا من بالي لانه مجرد التفكير فيه يضايقني. ومر اسبوع وبعدها شفت صديقتي حلا وفتحت نفس الموضوع وقالت لي عن منير وانه يحبني وهو ما يحب اختي سارة. انا قلت لها: انت ايش اللي يخليك تقولي كذا؟ ايش الدليل اللي عندك؟ وانت عارفة انه منير خاطب سارة وقريب بيتزوجوا. قالت لي: في يوم كنت مارة من جنب غرفة اخوي وسمعته يكلم واحد ويقول له: خلاص روح واعترف له ويلي يصير يصير. انا لما سمعت هذا الكلام وقفت وقعدت اسمع كلامه، وبعدها قال له: دامك تحب البنت كيف تتزوج اختها؟ ومن هذا الكلام انا من خلال كلامه عرفت انه جالس يكلم هو منير. منير قايل له انه يحبك انت ما يحب اختك سارة. لما سمعت هذا الكلام انصدمت وكنت مترددة انه اقول لك هذا الكلام، بس فكرت وقررت انه اقول لك عشان تعرفي الحقيقة. قلت لها: طيب كيف منير يحبني وجاء خطب اختي؟ هالشي مو طبيعي، لو يحبني كان خطبني، في النهاية هو ولد عمي، فين المشكلة يعني عشان يروح يخطب اختي وهو ما يحبها؟ قالت لي: والله يا مريم ما ادري، بس انا اللي سمعته متأكدة انه اخوي كان يكلم منير، وانت تعرفين انهم اصحاب من الطفولة، وما في شخص ثاني اسمه منير نعرفه غير منير ولد عمي. قلت لها: والله ما ادري، بس اذا كلامك صحيح راح تصير مشكلة. قالت لي: ما راح يصير شيء، دام هو يحبك ولسه ما تزوج اختك سارة، يترك اختك ويخطبك وتتزوجون. قلت لها: مو من جدك، مستحيل يصير هالشيء، سارة تحب منير وتموت فيه، حتى اهلي متحمسين وينتظرون اليوم اللي راح تتزوج فيه سارة وجالسين يتجهزون للزواج. والله تنقلب الدنيا فوق تحت اذا عرفت سارة ان منير يحبني انا، وخصوصا انا ما عندي اي مشاعر تجاهه ولا احبه. اقول لك خلاص قفلي على هذا الموضوع، حتى لو كان منير يحبني خلاص بكره يتزوج سارة، وسارة حلوة وكيوت واكيد راح يحبها وينساني، ما اتوقع انه يحبني من جد، هو لما يتزوج يعرف قيمة سارة ويصير يحبها. المهم قفلنا على هذا الموضوع، بس للاسف انا من بعد ذاك اليوم تغيرت نظرتي لمنير، يعني صرت كل مرة أشوفه يجي عندنا عشان يشوف سارة أناظر فيه وأنا مستغربة، مستغربة من الكلام اللي كنت أسمعه من حلا. لا يروح بالكم بعيد، أنا ما أحبه بس مستغربة من الكلام. ومنير للأسف لاحظ نظراتي له، وفي يوم صار الشيء اللي ما كنت أتوقعه، أرسل لي: السلام عليكم، كيفك مريم؟ قلت له: الحمد لله تمام، الكلام عادي مجرد كلام بس. وبعدها كان متصل وبقي 2 3 دقائق ما أرسل شيء، أنا كنت خايفة ومتوترة. المهم بعدها أرسل منير رسالة طويلة، أنا قريت الرسالة وأنا مصدومة ومو مصدق الكلام اللي فيها. الكلام اللي سمعته من حلا عادي، بس الكلام اللي أرسله منير كان صدمة كبيرة بالنسبة لي. كاتب لي إنه هو يحبني من زمان، ولما جاء وكلم أهله وطلبهم يخطبني، أهله وافقوا، بس لما جاء عشان يخطبوني أهلي فهموا من كلامهم إنهم يبي سارة، لأن سارة هي الكبيرة. طبعا سارة أختي الكبيرة والمفروض إنها تتزوج قبل. لهذا السبب لما جاء عمي وخطب لمنير وأبوي وافق وقال له: ما راح نلاقي أحسن من منير لبنتنا سارة، هنا كانت الصدمة. قال منير: أهلي ما كان عندهم مشكلة إذا تزوجت سارة أو مريم، لأن كلكم بنات عمي وما عندهم أي مشكلة، بس ما كانوا يعرفوا إني أحب مريم. أنا جالسة أقرأ الكلام مصدومة، يعني من جد طلع منير يحبني، والصدمة الأكبر إنه لما جاي يخطبني أهلي على بالهم إنه جاي يخطب سارة. أهل منير ما قالوا إنه منير جاي يخطبني أنا، يعني عشان ما تصير مشكلة وأهلي يتحسسوا. المهم منير ما قدر يسوي شيء وقال إنه يحبني وهو كان مجبور إنه يوافق على الزواج من سارة. أنا بعد ما قريت كل هالكلام كنت مصدومة ومو مصدقة اللي صار، معقولة منير يحبني؟ ما صدقت والله، تمنيت لو إني بحلم بكابوس وأصحى منه. ما عرفت ايش اقول وايش ارد على منير، بس بنفس الوقت انا ما ابي ازعل اختي مني وتصير مشكلة بسببي. انا ما لي علاقة بالموضوع من البداية، ما يعني لي اي شيء، وكل اللي صار ما لي ذنب فيه. اختي المسكينة تحب منير حب مو طبيعي، والله لو تعرف السالفة يمكن تنجن
وتفقد عقلها. طبعا أنا ما رديت، ومنير أرسل لي وقال لي مريم إيش رأيك باللي صار، تبين إننا نكمل كذا؟ أنا سارة أعتبرها مثل أختي، وسارة أي واحد يتمناها، لكن أنا ما أبي أظلمها وأتزوجها وأنا أحب غيرها. قلت له والله يا منير بعد الكلام اللي سمعته أنا مو قادر أسوي شيء، سارة متعلقة فيك وتحبك وجالسة تنتظر اليوم اللي راح تتزوجوا فيه، أنا ما أقدر أكون سبب حزنها، والله لو تعرف اللي صار يمكن تنجن. أنا ما أبي أخسر أختي، وأنت بالنسبة لي مثل أخوي وأتمنى لك كل الخير، لكن إذا تفكر إنك تضايق سارة وتسوي شيء يزعلها فما راح أسامحك أبدا. رد منير وقال لي بس أنا أحبك يا مريم، أحبك وأبي أكمل حياتي معك أنت. والله ظلم، كيف أتزوج بنت ما أبيها؟ أنا قلبي معلق بغيرها، كيف أتزوجها وأظلمها معاي؟ قلت له عادي، الحب يجي مع الأيام، سارة ما كانت تحبك لكن بعد ما خطبتها صارت تحبك وتعلقت فيك، وعادي بعد الزواج تتعودوا على بعض ويمكن تحبها وتنساني. قال لي انت جالسه تتكلمين وما تعرفين، انا مستحيل يعدي يوم وما افكر فيك، كيف اتزوج غيرك؟ والله صعب. قلت له منير انت ما فكرت اذا اهلنا عرفوا بالحقيقه ايش ممكن يصير؟ والله بتخرب العلاقه بيننا وبينكم، وراح تصير مشاكل، واكثر شخص راح يتاذى اختي ساره. انت تبي هالشي يصير؟ شوف الحين كيف الكل مبسوطين وجالسين يتجهزون للزواج والامور تمام، ليه حاب تسوي مشاكل؟ صدقني يا منير مع الايام راح تحبها وتنساني، خلاص سلم امرك لله وان شاء الله الامور بتنحل وبتتيسر، خلاص نقفل الموضوع، واتمنى انك تحذف رقمي من عندك وما عاد ترسل لي ابدا. صار يقول لي بهالبساطة يعني بعد ما اعترفت لك بحبي ومشاعري تقولي لي لا تكلمني؟ انا اذا تزوجت سارة اكيد ما راح اظلمها او اسوي شيء يجرحها، لكن صعب أقدر أحبها لأنه قلبي متعلق بغيرها. قلت له أنا ما أقدر أسوي شيء وما في أي مشاعر بقلبي تجاهك، أتمنى تقدر هالشي وتكمل حياتك بدون ما تفكر فيني، ولا تسوي شيء يزعل سارة، وهذا آخر كلام عندي. هنا منير ما قال شيء وأنا حذفت الدردشة وقعدت أدعي ربي إنه منير ينساني وما يسوي مشكلة، والله بتخرب العلاقات وأكون أنا السبب وما برتاح في كل حياتي. المهم وأنا جالسة في غرفتي دخلت عليه سارة وكانت مبسوطة مرة وقعدت توريني فساتين زواج، أنا عقلي ما كان معاها أبدا، هي جالسة تجهز نفسها للزواج وتفكر بالفستان اللي راح تلبسه وما تعرف اللي صار، أنا ما كنت مركزة أبدا، صارت تقول لي ها مريم إيش بك؟ لا يكون في أحد بحياتك، إيوة خلينا نفرح وتصير فرحتنا فرحتين، تقول لي تخيل يا مريم أنا وإنتي نتزوج بنفس اليوم، والله حماس وراح يكون أسعد يوم في حياتي. قلت لها هي هدي هدي، إيش اللي نتزوج بنفس اليوم؟ أنا ما أبي أتزوج دحين، ما في شيء من هذا الكلام. قالت لي طيب طيب براحتك، لكن أنا متأكدة راح يجيك إنسان يحبك ويقدرك لأنك تستاهلي، وأنا جالسة أقول بيني وبين نفسي أختي تحبني وتتمنى لي الخير، بس لو عرفت ممكن تنجن وممكن تكرهني، لأن حتى لو كانت تحبني بس بهذا الموضوع الإنسان ما أدري كيف يمكن يفكر. المهم جالسين أنا وأختي ونتكلم وأشوف الفرحة بعيونها، بس أنا مو مرتاحة أبدا بعد الشيء اللي سمعته من منير، والله الشيء اللي سمعته كان أكبر صدمة بحياتي ومو عارفة إيش أسوي، محتارة إيش أسوي، أتمنى تنصحوني وتقولولي إيش أسوي، هل أعلم أختي بكل شيء وأخرب عليها فرحتها، ولا أجلس كده وأدعي ربي إن المشكلة تنحل؟ أتمنى تكتبولي في الكومنتات. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.